صحبته سلام الله عليه إلى المسلمين في حادثة التحكيم. يعني أنت تتصور شلون المشاكل التي يشيب لها رأس الرضيع. يعني الإنسان قد يصاب بمشكلة، أجارنا الله وإياكم، في أسرته مثلا أو في مؤسسة صغيرة ما يقدر يديرها، يتعب وياها، ما بالك أمير المؤمنين، مجتمع كبير، مجتمع مختلف الآراء، مختلف الهوى. زين، فلما صارت قضية الخوارج، لهم أسماء متعددة، المارقة لأنهم مرقوا عن الدين، النواصب لأنهم نصبوا العداء لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وخصوصا من بقي على رأيهم. إلى اليوم الدنيا فيها خوارج، يعني إلى اليوم. زين، نفس الفكر ونفس طريقة التفكير، لأنهم اتهموا أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا يزالون يتهمونه بأنه قتل المتهجدين لله بالأسحار. هذول يصلون صلاة الليل، وهذول أهل عبادة، أهل كذا أهل كذا. زين، أهل عبادة صحيح، ولكن العبادة التي أدت إلى ماذا؟ إلى العجب. لاحظ، اتصفوا بصفات منها العجب، عندما يعجب الإنسان بعمله. صفة أخرى التعصب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعصب أو تعصب له عصبه الله بعصابة من نار. زين، فالعجب والتعصب وهذه الأمور التي تفاقمت في نفسياتهم، شنه بعد منها؟ التكبر، التكبر على الخلق والتكبر على الخالق. لأن التكبر مو فقط إنسان يتكبر، زين، مثلا يمر على الناس ما يسلم أو غير ذلك، لا، التكبر، التكبر على الحق. تشوف هذا مشكل، مشكل العبادة في بعض الأحيان تصير أمر مشكل، إذا هذا مو السبب في العبادة، مو الخطأ في العبادة، الخطأ في المتعبد، الخطأ في المتعبد إذا دخله العجب ودخله الكبر والعزة بنفسه. عموما، فالمارقة، المارقة مرقوا من الدين، شلون السهم ينفلت من القوس، مروق، مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. زين، نعم، النواصب نصبوا العداء، الخوارج لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين، الحرورية لأنهم مضوا إلى حرورة. زين، أهل النهروان، أكو أسماء بعد، يمكن أسماء أخرى إليهم. فهناك أسباب دعتهم إلى الانشقاق عن أمير المؤمنين، هم كانوا تقريبا 12,000 بعد واقعة صفين. من الأسباب أنهم طبعا هم مو شيعة مثل ما هذول شيعة، الجيش جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه، مثلك عارف القضية، مو متشيعين، شيعة بمعنى أنهم يؤمنون بأن الإمام العدل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب، الإمام العدل بلا فصل. زين، تأثرهم بأبي موسى الأشعري، لأن أبو موسى الأشعري عنده مشكلة ويا أمير المؤمنين، من أول ما جاء أمير المؤمنين، جاء الإمام الحسن رسله أمير المؤمنين إلى وين؟ إلى الكوفة، وكان منع الناس، وهو شيخ القراء، منع الناس عن الخروج مع أمير المؤمنين، فلتأثرهم بشيخ القراء أبي موسى الأشعري، لكونهم ثالثا لكونهم قراء. زين، يتهجدون بالقرآن، يتهجد، التهجد يعني بعد النوم يقعد يشيل روحه من الفراش، لازم صلاة الليل موجبنها على نفسه، وعندهم أحكام عجيبة. زين، يعني المرأة مثلا في حالتها الخاصة لا تقضي الصلاة، هم أوجبوا، وعندهم أحكام غير شكل، قالوا لا، إذا طهرت تقضي. زين،
قراء القرآن وشافوا القرآن على أطراف الرماح بعد من المشاكل اللي ولدت هذه المشكلة. الأشعث بن قيس، الأشعث بن قيس أمير المؤمنين، هذه لها قصة بعد قضية جعيدة بنة الأشعث، لأن أمير المؤمنين وهذا الأشعث بن قيس خطير. الأشعث بن قيس ثروة، وإلا وش جايب الإمام الحسن إلى الأشعث؟ ثروة، ثراء، ثراء مو طبيعي، رئيس قبيلة قوية جدا، دهاء مكر. زين، فالإمام أراد أن يزوج الإمام الحسن إلى ابنة أخوه، لكن هو سوى خطة وأحرج أمير المؤمنين، لكن أمير المؤمنين زوج الحسن إلى جعيدة حتى يتقي شر هذا الرجل، لكن ما قدر يتقي شر. هو اللي شرك في دم أمير المؤمنين، هو الذي نعم هو الذي خلق أو صنع فرقة الخوارج، لأنه قال إلى أمير المؤمنين: يا أبا الحسن، هذول الجماعة ألزمونا الحجة، وقالوا إحنا ما يعني ما يصير يا أبا الحسن، خلي نشوف موضوعهم، وأنا بروح إلى معاوية. ملتفت، أنا راح أروح إلى معاوية وأجيب الخبر إلك. راح إلى معاوية، المفروض يرجع إلى من؟ إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعلمه بقضية معاوية. ما رجع إلى أمير المؤمنين، لا، راح ونادى: لا حكم إلا لله. وتجمعوا، قوم للحي، تجمعوا. لما نتجمعوا زين، وقائدهم الأشعث ابن قيس رد رجع وأظهر التوبة، قالوا: لا حكم إلا لله. تحكيم الرجال، يعني هالحرب وقفوها، يصير حوار، يصير نقاش في القضية، واحد من طرفنا واحد من طرفهم. اي والله، اختار أمير المؤمنين عبد الله ابن عباس، قالوا: لا، القصة عندكم طبعا. قالوا: من؟ أبو موسى الأشعري. إيه، أمير المؤمنين قال: خذوا عبد الله ابن عباس، لو مالك الأشتر. قالوا: لا. ذاك جاب عمرو بن العاص، قال أمير المؤمنين: أنا أعرفهم هذولا من يوم إحنا في عهد الصبا، أعرفهم كلهم، أعرفهما شابين وشيخين، أعرفهما حق المعرفة. قالوا: لا. النتيجة، عمرو بن العاص نزع أمير المؤمنين وثبت معاوية في النقاش في دومة الجندل. زين، أبو موسى الأشعري نزع أمير المؤمنين ومعاوية واختار، التفته، واختار، اختار من؟ قال: أختار لكم عبد الله بن عمر. هذا وش تسميه يعني؟ وش تسميه؟ وش التصرف هذا؟ يعني أنت بتشيل أمير المؤمنين وبتخلي عبد الله بن عمر؟ هو من البداية، من البداية، من أول ما جاء أمير المؤمنين ورسل الإمام الحسن إلى الكوفة، قوم اطلعوا، عندنا مشكلة ويا أهل البصرة في قضية أهل الجمل، كان محارب الإمام الحسن ومحارب أمير المؤمنين أبو موسى الأشعري. بس أمير المؤمنين يستجيب، لأن الآية تقول: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. والاتفاق على أن هذول يحكمان بما أنزل الله، أمير المؤمنين ما قبل، بس الجماعة ردوا مرة أخرى وقالوا إلى: يا أبا الحسن، اتجي تقاتل ويانا معاوية. يعني هذا تذبذب، يعني هذا تقلب، يعني هذا اضطراب. فلما أبى أمير المؤمنين سلام الله عليه والتزم بالهدنة، اللي صار بأن الجماعة انشقوا، انشقوا، سكت عنهم أمير المؤمنين. نعم، أمير المؤمنين ما التفت إلى موضوعهم،
قاموا يسبون أمير المؤمنين، قاموا يشهرون بأمير المؤمنين، قاموا يتكلمون كذا كذا. أمير المؤمنين سكت، لا، طلعوا إلى النهروان. مثل ما أنت يا علي تصلي صلاة الليل، ومثل ما أنت تتهجد إلى الله بالأسحار، إحنا بعد نصلي وإحنا نقرأ القرآن وإحنا من أيام النبي مبين علاماتهم. حرقوس بن زهير في غنائم حنين، لما قال إلى النبي اعدل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك لم تعدل في الرعية وقسمتك ليست بالسوية. أرسل إليهم أمير المؤمنين سلام الله عليه عبد الله بن عباس يناقشهم. راح إليهم، طلع من الكوفة إلى حرورة، متجمعين هناك 12,000. قالوا إحنا نقمنا على علي أمورا، نقمنا على علي أمورا لو كان حاضرا لكفرناه بها. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين، شال روحه وراح إليه بأبي وأمي. إيش عندكم؟ قالوا نقمنا عليك أمورا. شنها الأمور؟ قالوا لما قاتلنا معك أهل البصرة، ما بالك أبحت لنا السلب ولم تبح ولم تبح لنا السبي. نسلبهم إيه، لكن نسب نسوانهم لا. هذه وش تصير؟ لكن أمير المؤمنين يعرف أحكامه، فبين إليهم بأن هذه أحكام المفتون. أحمد بن حنبل قال إحنا ما عرفنا هالكلام إلا من علي بن أبي طالب. أحكام المفتون في دين هذه من علي تعرفونها زين، أن المفتون يقتل، نعم عفوا، يسلب ولكن لا تسبى نساؤه زين. أما أمر علي الناس أن يلحقوا بمن يدركوه من الفارين في صفين، وأما من فر فيقتلوه، وأما من فر في الجمل لا يقتلونه. ليش هذا؟ إذا واحد من في الجمل يهرب خلوه يهرب، لكن إذا واحد في صفين يهرب لا، اللي يقدر يقبض عليه ويقتله يقتله. هذه شلون هالأحكام هذه؟ ها؟ شلون هالأحكام؟ قال لأن الذي في الجمل قتل أميره، ولكن الذي في صفين. شوف شلون يعرف حكمه الشرعي. أحمد بن حنبل قال إحنا هالأحكام ما عرفناها إلا من علي بن أبي طالب زين. أحكام مقاتلة الـ نعم المفتونين أو الخارجين عن الإمام الحق والحاكم الشرعي. وقاموا واختلفوا وياه، قالوا إلى إذن ما بالك في التحكيم تتنازل عن تسميتك بأمير المؤمنين؟ هذا ما اتفق عليه علي بن أبي طالب. قال النبي بعد في صلح الحديبية، في صلح الحديبية هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. اللهم صل. ما بالك تحكم الرجال؟ ليش انت مو انت اللي تحكم؟ ليش تجيب رجال يحكمون فينا، يحكمون في المسلمين؟ قال النبي ايضا صلى الله عليه واله وسلم في قضيه بني قريظه، ما حكم سعد ابن معاذ؟ سعد ابن معاذ. وقال الى انت احكم وقبل حكمه زين. فاذا لما نعم امير المؤمنين قاموا يناقشونه، وشلون يعني امير المؤمنين يسمح الى الطرف الاخر ان يناقشه، ان يحاوره ويسمع له؟ هذه وين تصير؟ مع كل ذلك أمير المؤمنين ناقشهم وحاورهم وسمع لهم، ولكنهم أصروا. فزحف إليهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، كانوا 12,000 تقريبا زين. ثم نادى بأبي أيوب الأنصاري،
رضوان الله عليه وأمره أن يرفع لواء سماه لواء التوبة. يلا يا جماعة اللي يريد يتوب يتفضل. شوف شلون عفو أمير المؤمنين، رفع اللواء أبو أيوب الأنصاري فرفع أيديهم، نعم، فبرز له 8000 رفعوا أيديهم وأعلنوا التوبة. لكن التفت، هم صدق تابوا؟ ها؟ هم صدق تابوا؟ اللي قالوا احنا تبنا 8000، هذول وش يخلص أمير المؤمنين منهم؟ وهذا مقتول أخوه، وهذا مقتول ود عمه، وهذا مقتول خاله، وهذا مقتول ولد أخته. ها؟ عجل، وش اللي أتعب أهل البيت وجابوا ذرية مثلهم؟ وأول ما برز مالك بن الوضاح: إنا نقاتلك يا علي، إنا نقاتلك لوجه الله. جلده أمير المؤمنين بسيفه. متقدم أبو الحسن، الأخنس بن عبد العزيز، كلهم هذولا كلهم يعني أنهكتهم العبادة. أخنس بن عبد العزيز: إني أقاتلك قربة إلى الله. جلده أمير المؤمنين بسيفه. فتقدم عبد الله بن وهب الراسبي وقال: يا علي، على ماذا يقتتل الناس؟ إنها حرب لا تنقضي إلا بهلاكنا وهلاككم، فابرز إلي يا علي. فبرز له أمير المؤمنين وقال: ما أقل حياءك. شلون الإنسان إذا فقد شيء اسمه الحياء؟ ما أقل حياءك. وجلده بسيفه. ومن جلت الغبر إلا وقد قتل 4000 ولم يفلت منهم إلا 10. لكن مثل ما قلت لك، هالعشرة واللي هربوا قالوا احنا تبنا، هذول اللي جاروا على الحسن واللي حقدوا على أمير المؤمنين، اللي مشوا ويا الإمام الحسن وقتلوا الحسين، خذلوا الحسن. تاريخ مر، تاريخ مر، ومن ضمنهم هذا قربة إلى الله، جاي يتقرب إلى أمير إلى الله جل وعلا بقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان، السيف مسموم، مسموم، لأن إذا قلنا الحسن مسموم والحسين مقتول، بس أمير المؤمنين مسموم ومقتول.